السلام عليكم. كان في سؤال، ايه اهم البرامج بتاعه الانفراستراكشر في البيم؟ طيب بدايه هنلاقي سيفل 3 دي، ده من اوتوديسك وهو برنامج عملاق وبيشتغل فيه الطرق وبيشتغل فيه شبكات الميه والدرينج وهكذا. بعد كده هندخل على شركه بنتلي، وبنتلي صراحه عامله مجموعه متنوعه، في حاجات خاصه بال اوبن ريل، وفي حاجات خاصة بالاوبن رود، وفي حاجات خاصة بالكباري، وفي حاجات خاصة بالإشارات وديزاينر. في مجموعة كويسة جدا ومشروحة في بيم ربيع. وبعد كده اول بلان، ده من البرامج برضو الكويسة، هو عامل جزء كده خاص بالكباري البريدج، فبرضو مشروح الاول بلان في بيم ربيع. وبعد كده هنلاقي برنامج اسمه سيرا سوفت، برضو من برامج الانفرا الكويسة. وهنيجي على شركة سي جي اس، هنلاقي برضو عاملة حاجات خاصة بالطرق. وهنروح على سايت 3D، دي اشهر برامج الطرق. لو انت في برنامج شايف ان هو قوي واحنا مذكرناهوش، ياريت تحطه عندك في التعليقات عشان الناس تعرفه.